وأيضا طال عمرك بالنسبة حق غلق الملفات، في مشكلة عندي حالة ياتني أغلقوا ملف مالها، والسبب إن هي ما راحت الشغل. ليش؟ لأن أعطوها وظيفة أوبريتر وهي صم بكم. شلون صم بكم يعطونا وظيفة أوبريتر؟ فأبوها يقول لي شلون معطينها وظيفة هذه؟ يجب المتابعة في الأمور. كل الملاحظات اللي تقدمها الأخ محمد صحيحة، وهو أخذها من خلال الاحتكاك بعوائل وبأشخاص، وعلى الرحب والسعة تعطيني إياهم إن شاء الله ونتابعهم. وأبشرك بأن هاي البنية اللي ذكرتها فعلا على حق، وفعلا فتحنا ملفها، عندها مشكلة صم وما عندها أجهزة مساعدة، والموضوع حنحل، وإن شاء الله هي تخبرك بروحها أن موضوعها تم حله، والنقاط اللي ذكرتها كلها إيجابية تهدف إلى التحسين والتطوير. ومشكور يا أخ محمد.